شوف ما شاء الله، شوف كيف الجمال في منطقة العلا. يا سلام، جبال جدا رائعة جميلة. شوف هنا، هذا جبل الفيل. جبل الفيل هذا شهير في العلا، مشهور جدا. اللي يجي العلا لازم يشوف هذا المنظر وهذا الجمال، جمال رباني طبيعي، صخرة على هيئة فيل. سبحان الله، سبحان الخالق. هذا الذيل والرأس والأرجل وجسم الفيل، منظر جميل. بس جيب الدلة هنا والقهوة ومعك الحبيبة الغالية وقهوة، تونس، عيش حياتك. السلام. منطقة تحيط الجبال فيها العجيبة، في تكوينات صخرية جميلة في المنطقة. ما شاء الله تبارك الله. اقتربنا من جبل الفيل جدا. شوف كيف منظر جبال الفيل والصخور، سبحان الله. شيء عجيب، منحوت بسبب المياه، كأن مياه ضربته أو موج ضربه فأصبح بهذا الشكل، بهذه التجويف وهذا الشكل وهذا النحت. سبحان الله، سبحان الخالق. شوف بالله، يعني هناك تفسير علمية لهذا، أن المنطقة كانت مغمورة بالمياه. شوف سبحان الله، شيء عجيب. يعني إذا وقفت عند بحر وكان عند البحر هذا صخرة، وكان الموج يضرب في هذه الصخرة، مع طول ضرب الموج في الصخرة يصبح بهذا الشكل، تصبح الصخرة بهذا الشكل، مجوفة وفيها فتحات وتجويف وأشكال. سبحان الله.